يعني جزء من طبيعة السوق أن يكون فيه اتجاهات، هذه الاتجاهات تأخذ نمط معين لفترة ثم تغير اتجاهها، تأخذ نمط آخر لفترة ثم تغير اتجاهها، طبيعة السوق. ويمكن أنتم تلاحظونها في الرسوم البيانية من حيث تذبذب الأسهم، أنها تأخذ اتجاهات ثم تتجه الأسفل صعودا وهبوطا ونحوه، يعني عندك صعود وهبوط، هذه الاتجاهين اللي موجودة. إذا مشى فترة معينة من الزمن فيمكن ينزل بسيط ويطلع، برضو يعتبر تذبذب. فمبدأ الاتجاهات جزء من طبيعة السوق، معناته ليش ما نستفيد من هذه الآلية اللي تحتم لنا أنه جزء من طبيعة السوق. المستثمر الواعي يدرك أن اتجاه السوق قد يتخذ وضعا معاكسا لما توقع. إذا أنا أدرك أني أنا قائم على احتمالات ممكن يتغير السوق، فبالتالي يجب أن تكون قراراتي بناء على هذا التوجه. إذا عكس توجهاتي إذا أخرج من موقفي السابق. التحليل الفني طبعا من وجهة نظر استراتيجية يجب أن يقرر المستثمر متى يدخل في سهم معين ومتى يخرج من هذا السهم. طبعا هناك اتجاهين، الاتجاه الصاعد ويعطينا قمم عالية ومنخفضات عالية أو قيعان عالية، والاتجاه الهابط أيضا يعطينا قمم منخفضة أو قيعان منخفضة. فهذا مثال الاتجاه الصاعد. طبعا نشوف هنا في هذا الاتجاه أن هناك قمم عالية، لأن الاتجاه الصاعد تأتي في قمم عالية والقيعان العالية، نجد أن هذه قمة عالية. لو كنت أبغى أشتري سهم معناته أنا أعرف ما أشتري في القمة هذه، ممكن أنتظر أخذ لي موقف في القاع العالية وأشتري في المنطقة هذه. يعني ليس بالضرورة أن يكون الفار هذا غير الفار اللي عندي، صعب التعامل معه. ليس بالضرورة أن تأخذ في رأس القاع، يعني أنت تأخذ في منطقة تعطيك مجال أمان معين ومن ثم تنتظر. إذا ارتد السهم تنتظر إلى أن يقترب من القاع، شوف هنا القاع القمة العالية، وتخرج من السهم. متى هذا يكون؟ في إذا كنت مستثمر مضارب تبغى تخش وتطلع. لكن في الاتجاه الصاعد الاستراتيجية الأمثل أن تشتري في أول الموجة، يعني في أسفل الموجة هنا، أن تشتري في المنطقة هذه وخلاص اترك السهم. متى تشتري؟ بعد ما تعرف هناك المؤشر الرئيسي لقرار الشراء اللي هو مكررات الربحية. مكررات الربحية بناء على مكررات الربحية للشركة، لا تأخذ هناك من أحيانا يشيع بين 15 و30 اشتر. يمكن الشركة هذه عندها مكررات ربحية وصلت في تاريخها إلى 5 مكررات ربحية أو أقل من 10، فعندما تصل لمكررات متدنية اشتر في أسفل الموجة، وإذا صعد اتركها حتى تصل إلى مكررات عالية واطلع من السهم. يعني أنت راحت بالك اشتريت في منطقة وبعت في منطقة أخرى. فالاستراتيجية الأمثل لاتجاه الصعود الشراء في أول الاتجاه الصاعد، والبيع تقريبا إذا في آخر الاتجاه الصاعد، أو حتى إذا شفت أنه بدأت الموجة الجديدة ممكن تبيع، أو اتجاه الهبوط ممكن تبيع وأنت لازلت في منطقة أعلى من مستوى الشراء. طبعا يأتي لدينا الاتجاه الهابط وهو ما نعيشه اليوم في سوق الأسهم السعودية، يجب أن يكون هنا الشراء والخروج مبكرا. يعني ممكن تشتري في القاع الهابطة هذه مثلا وتخرج في القاع في القمة الهابطة، وهل هم جرى؟ إذا عرفت التذبذب هذا من خلال المستقيمين المتوازيين أنت تقدر تعرف نطاق تذبذب السهم، فيعطيك تقدير. يعني كثير من أدوات التحليل الإحصائية الكمبيوتر تعطيك حتى مؤشر تداول، أنت بتشوف كل سهم فيه تذبذب واضح، حتى مؤشر التداول يعطيك التذبذب هذا. ممكن تشوف أعلى القمم وأسفل القمم وبعدين أنت تقرر أين نطاق الشراء. ويمكن أن تلاحظون الآن أنا ما يحدث في السوق خروج دخول وخروج، وهو طبيعي من طبيعة الاتجاه الهابط.
طبعا أنا لا أود أن أطيل كثيرا هنا، لكن يهمنا كثيرا ما هي الأسهم التي عرفنا الآن تقريبا كيف أدخل في السهم ومتى أخش في السهم ومتى أطلع، لكن يهمنا ما هي المحفظة الاستثمارية، بناء المحفظة الاستثمارية. طبعا عندنا عنصرين مهمين في بناء المحفظة الاستثمارية اللي هو العائد والمخاطرة، هذين المحددين لبناء المحفظة الاستثمارية. من خلال العائد والمخاطرة، طبعا المخاطرة نقيسها بالانحراف المعياري وله معادلة خاصة يبين مدى تباين ارتفاع السهم وهبوطه عن المتوسط. كلما بعد عن المتوسط كلما كانت الشركة أكثر مخاطرة، وكلما كان تذبذب السهم قريب من المتوسط كلما كانت أقل مخاطرة. فالانحراف المعياري اللي هو أساسا مقياس المخاطرة يعطينا مقارنة بين الأسهم. أنا أشير هنا يعطيني الرسم البياني تقريبا كيف أستطيع أن أبني المحفظة الاستثمارية لما أعرف العوائد المتوقعة للأسهم، وفي المحور الرأسي وفي المحور الأفقي يكون عندي الانحراف المعياري اللي يعطيني مستوى المخاطرة، أستطيع أضع كل سهم على الرسم البياني موقع كل سهم. فبالتالي أستطيع أقارن بين الأسهم. إذا بشتري في سهم واحد، فلو افترضنا عندي السهمين هذه أيهما أفضل استثمارا؟ اللي فوق ولا اللي أسفل؟ طبعا اللي فوق. ليه؟ لأنه نفس المخاطرة، لكن اللي فوق أعلى عائد، فبالتالي أستطيع أعرف أنه نفس المخاطرة إذن أعلى عائد. لو جاني سهمين تقريبا أفقيا معناته أخذ الأقل مخاطرة، ومثلا السهمين هذه تقريبا أنهم متوازيين أو السهمين اللي تحتهم، فبالتالي أستثمر في السهم الأول لأنه أقل مخاطرة اللي هو هذا. طبعا هذه إذا بقارن في بين سهمين، لكن أنا أبغى أبني محفظة استثمارية هذه تحقق لي التوازن، فأنا من خلال عمل مزيج بين هذه الأسهم اللي تحقق لي مخاطر ممكن أصل إلى النقطة هذه اللي تعطيني أقل مخاطرة في الاستثمار. من النقطة هذه إلى النقطة هذه على الخط الأخضر بتأتيني مزيج من البدائل الاستثمارية، وبعدين على حسب مخاطرتي. إذا أنا عندي قابلية للمخاطرة العالية لأن عندي رأس مال جيد وهامش أمان جيد، إذا ممكن أخذ أعلى واحدة هنا المزيج من الأسهم اللي يعطيني أعلى مخاطرة، أو إذا والله مخاطرتي أو قدرتي على المخاطرة قليلة إذا ممكن أختار في المنطقة هذه. هذا الخط الأخضر هو الذي يشكل لي البدائل الاستثمارية من مزيج هذه. طبعا هذا الآلية موجودة في كتب التحليل الإحصائي، ممكن أي شخص يأخذها ويتداولها وبعدين يقارن بين سهل حسابها لأنها مبنية على العائد ومتوسط العائد والانحراف المعياري، أيضا هو مدى تشتت العائد عن المتوسط. طبعا هذا التوجه يساعدني على بناء محفظة متوازنة تحقق لي عوائد جيدة بأقل مخاطرة ممكنة، وأيضا تحميني من التذبذبات اللي أو الشراء من خلال التوصيات اللي قد تكون عشوائية. شكرا لإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.